الشعب الادين اللي طلبته انت لسه فاكر؟ والله انت راجل ابن حلال. والشنطه كمان حبيبي. معلش انا كان عندي مصلحه فوق، انت عارف بقى المحاماه شغلانه فظيعه، شويه تحت وشويه فوق. توك توك. انا ناقص رقم مجهول واستظراف. الو الو. ايوه مين؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم تنفذ كل اللي حولك عليه بالحرف الواحد. لا بقول لك ايه، وحيات ابوك انا شايف المر ومخنوق، لو شفت شكلي يعني هتفهم، مش ناقصه لطافه. اخلص. على فكره انا ما بهزرش معاك، كلمه زياده انا ممكن ادمرك. دمر مين يا دي تافه انت؟ من صفك نصف كمان، انت محامي ناجح ونعرف عنك كل حاجه، اعرف عنك اللي انت عمرك ما تتخيل ان حد يعرفه عنك. يا سلام، ده كلام عام، اللي يثبت لي ان الكلام بتاعك ده مش حوانطه. النهارده الصبح ايه اللي حاصل النهارده الصبح؟ كان عندك امساك، اضطريت انك تاخد ملين. اضطريت اخد ايه؟ ملين. ملين مساء الخير يا دكتور ناجي، لو سمحت مش عايز هزار واستظراف دلوقتي، باي باي. لا يا حبيبي، انا مش الدكتور ناجي بتاع الصيدليه. تفتكر الدكتور ناجي هيعرف كمان انك رفضت تسلك بلعه التواليت قبل ما تنزل؟ بلعه التواليت؟ لا ده الموضوع كبير قوي، حضرتك بتراقبني ولا ايه يا فندم؟ انا مش براقبك بس، انا وراك خطوه بخطوه زي ضلك. انت النهارده الصبح ما لقيتش صابونه في الحوض واتشطفت بصابونه المواعين. ايوه وكانت زفره. لا يا فندم، حضرتك من انهي جهاز؟ انا خدام، انا تحت امرك، انا ما عملتش اي حاجه. انا اسف توترت قوي، ممكن السواق يقلبنا بالعربيه. لا عربيه ايه، ما انت اكيد عارف ان انا راكب توك توك، هكذب عليك ازاي؟ امرني، انا تحت امرك، انا خدامك. اسمع اللي هقول لك عليه، اكتب عنه. هات يلا. اتفضل يا فندم. اكتب ايه يا فندم؟ 14 شارع الفواكه. 14 شارع ده بيت حضرتك؟ حضرتك محتاج خضار للبيت، اعمل اي حاجه. العنوان ده تقفل معايا وتروح على طول، وما تتحركش من هناك لحد ما اكلمك. حاضر، بس يعني لو تكرمت اديني نص ساعة اتغدى مع ماما في البيت وهاجي لسعادتك. لا، في حد بيتهدد، بيقطع التهديد وروح اتغدى. صدق صح، انا اسف عندك، انا تحت امر حضرتك يا فندم. بس فعلا انت متأكد من موضوع البلاعة والحاجات؟ فضل. اوكي تحت امرك، باي 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 باي. انا كان مال انا ومال التفاهه دي، يخرب بيت المجهول وسنين المجهول. اؤمر يا فندم، انا منتظر تعليمات سعادتك. اسمعني وركز معايا. انا مركز بنسبه 100% حضرتك. اؤمر. شايف محل الكوافير اللي قدامك ده؟ شايفه ايه سعادتك؟ ده انا واقف على باب. ادخل جوه الكوافير. حاضر. يا نعمت ما تسيبنيش. يوه هتفتح يا خويا. ايوه فندم، ايوه انا جوه الكوافير بالفعل. اسال عن مين؟ ناجو باديكير. انت حضرتك بتستظرف معايا. حاضر، لو سمحتي مدام ناجو باديكير فين؟ معرفش. تاسفين. ايوه يا بيه، ايوه حاضر، اوصل لها لو تكرمت يا ست، لو تكرمت. حاضر، وعامل لي فيها سسبنس وعمال راعبني على التليفون. باديكير ايه؟ وما نشوف اخرت يا اخوانا. فين ناجو باديكير؟ يا ناجو. مين؟ ما تقول ان انت هنا، ما تقول اهلا. تمام، الهدف تمام يا فندم. ايوه فندم، الهدف ورايا. قول لها المبرد اللي معاها ده مش بتاعها، فهمها انها خدت بتاع مدام بيسا. المبرد اللي معاكي مش بتاعك، بتاع بيسا؟ انت حضرتك بتتكلم بجد؟ طب خلاص. سين. اوكي كده فهمت. اوكي حاضر، مع السلامه. اظن مش من الذوق ان الناس تصنف على بعض على فكره. مساء الخير يا نجوى. مؤاخذة يا مدام، معلش. مساء النور. عندي ليكي كلام مهم قوي، هقوله مرة واحدة. المبرد اللي معاكي مش بتاعك. مش بتاعي؟ أمال بتاع مين؟ بتاع بيسا. ومين قالك يا أخويا؟ مش مسموح لي أقول معلومات أكتر من كده، وخلي بالك من نفسك. طب قول لي مدام بيسا يا كلبة، نجوى باديكير بتقول لك إنها بطلت تلطش من سنة 88. 88 عن إذنك. لا براحتك عادي. يا نهار اسود، انا راجل محامي اقعد القعده دي ولبان وشعر ونيله. يا رب والنبي اخرتها ايه؟ استرها معايا. نعم صدق ان انت راجل تافه، وحياه النعمه راجل تافه.
انت اتجننت؟ لا 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 يا فندم، بقول للواد بتاع توك توك كان هيدوس على ركبتي. هو انا استجرى يا باشا؟ انا استجرى. قالت لك ايه؟ بلغتها الرساله، قالت لي قول لبيسا يا كلبه نجوى بديكير بطلت تلطش من 88 بالتحديد. ممكن بقى تحن عليا وتسيبني اروح اكل لقمه وانام؟ لا مش بروح، اكتب العناوين ديت. حاضر، مش هروح مش هروح، بس انا نفسي اعرف حاجه، انت ازاي عارف عني كل اسراري كده؟ انت فاكر ان انا ما اعرفش انك بتخاف من الفراق؟ موت موت. شوف شكلك بقى هيبقى ايه وسط زمايلك لما يعرفوا الموضوع ده. بقول لك ايه، اسمعني، اعمل حسابك انك هتفضلي نفسك اليوم كله، لان هقول على كل الاسرار دي. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم فاهم. مين؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. زعق شوية. السلام عليكم. عليكم السلام، عايز ايه؟ أنا اللي جاي أسأل على اللحمة والحتة الانتركوت. ايه؟ سمعني يا ابني مش سامعة. إلهي يخليك. نعم. إلهي يخليك، اعدل لي السماعة لأحسن من السمعة. اعدل لك السماعة ليه؟ ما بحبش أحط إيدي في ودني حد، أنا مال أنا؟ معلش يا حبيبي، أنا زي أمك برضه. طيب طب قربي شوية. أهو يا ابني. ليلة سودة سامعة كده؟ ها؟ كده تمام؟ أيوة كده. أنت بتزعق ليه؟ صورتني يا شيخ. معلش أنا آسف. عايز إيه؟ بقول لك أنا اللي جاي أسأل على اللحمة والحتة الانتركوت. آه، هو أنت كلمة السر إيه؟ اللحمة لسه ما تشوحتش. خليك مكانك. حاضر يا معلمة. خلي بالك عليها، انا عداهم حته حته. حته حته ايه ونيله ايه؟ انا راجل محامي، انت مجنونه يا ستنتي ولا ايه؟ ليه وانا اول مره اشوف لحمه؟ بقول لك ايه، ما تيجي تغير لي الانبوبه جوه اللحمه. ما بغيرش انبوبه لحد. اتجننتي؟ انبوبه ايه ونيله ايه؟ ايه واد دي؟ يا سلام. طب روح هات لي خمس ترغيفة من الفرن اللي جنبينا. اقسم بالله احبسك وربنا احبسك. هاتي لي شويه ميه لو تكرمتي. بتقول حاجه؟ شخص لا، ربنا يترشك اكتر واكتر. ايوه ايوه والله، جبت كل الطلبات قدامي اهي. ايوه، وادي البسطرمه. ايوه شكل، وجبنه الروم. ايوه موجوده، والبتاع اللي بتسلك البلاعه مش عارف تعيزها ليه. اوكي حاضر. ايه حلاوه شعر؟ لا مش هجيب حلاوه شعر، وربنا ما انا جايب حلاوه شعر. شكل قوي، الله يخليك. دي ليها كيس ولا خدها؟ خدها كده، خدها كده. شكل قوي، الله يخليك. سلام عليكم. قلتها لي كده، الله يكرمك. قلتها لي كده. ايوه شكرا، سلام عليكم. في حاجة يا فندم؟ اصل انا كنت عايز شراب، فببص للمنطقة بتاعت الشراب مش اكتر. وبعدين عادي بني ادم يعني، ما تحرجنيش كده. انا كنت عاوز شراب كولون شبك. افندم شبك، في حاجة حضرتك؟ لا يا فندم اتفضل كمل. الله يخليك. وثلاثة كرسي اكس لارج. حضرتك بصي لي كده، هي اكيد مش ليا صح؟ اكيد مش ليا. ما انا بقول كده، انا محتاج كرسي ولا انا هلبس شراب بشبك؟ فارجوكي، انا جاي اساسا متضايق ومخنوق وواقع في موضوع مش لازم احكيه لك. لا انا تحت امرك، ما تحكيليش اكتر من كده. يا عمي حاضر حاضر، قلت لك اعمل لك كل اللي انت عايزه. عناية. حاضر، سيبني بس ارتاح ليله في بيتي، وبكره هودي لك البضاعه في المكان اللي انت عايزه. انا بقيت بخاف منك قوي على فكره. بس ما تنساش تشيل الجبنه في التلاجه. حاضر، هشيل الجبنه في التلاجه. تؤمر باي حاجه تاني؟ حاضر، قلت حاضر، ما بقيتش اقول غيرها. يا رب يا رب عطرني فيه، ده انا كنت هشرب من دم. ايوه يا اخويا. حاضر 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 حاضر، ده انت كرهتني في عشتي. اوعى تكسر البيت. اوعى ايه؟ اوعى تكسر البيض. لا مش هكسر البيض، لا مش هكسر البيض. بس انت صوتك بيقطع ليه؟ ما تقوم كده ولا تتحرك في مكانك. والله اقف. اها ايوه ايوه، سامع كده كويس؟ سامع سامع، وهنفذ لك كل اللي انت عايزه. بس سيبني بس نص ساعه، عشان ناس كلموني من المحل قالوا لي ان ارض امك في ناس سطوا عليها. يا لهوي. ليه ليه؟
ليه تطلعي انت الراقه؟ اهلا اهلا. ليه ياما؟ الحمد لله على السلامه. ما تستفزنيش، ما تستفزنيش. ايه اللي في وشك ده يا حبيبي؟ ما تزعوا. ليه عملت فيا المرمطه دي كلها؟ ليه انا اروح للبنت باديكير؟ ليه اللحمه ما اتشوحتش؟ وجبتي الحاجات دي منين اصلا؟ انت غيرتي صوتك ازاي؟ الموبايل الجميل ده اللي انت جايبهولي احنا انا بستعمله مرايه بس فيه بروجرام هايل خالص بيخلي الصوت كده تخين وحلو. والنبي يعني اول ما تتعلمي البروجرام تتعلمي في ابنك يما؟ حرام عليك. معلش يا حبيبي، نفسي اسمع بس حاجه واحده، انت عملتي فيا كده ليه؟ عشان انت اناني ما بتحبش الا نفسك، مش شايف حد في الدنيا الا انت وبس. أنا آسف يا أمي، أنا آسف. سامحيني سامحيني يا أمي، خلصيني من الحلقة دي. الله يخليكي، الله يخليكي، خلصيني من الحلقة دي.